الله يا محمد. عايز اقول لك الاغنيه دي بجد بحبها جدا، ولما نزلت عملت نجاح كبير قوي والناس اتبسطت منها، وكان حتى شكل الفيديو كليب مختلف وكان في روح وفي روح كده جميله. طيب اول مره قابلت الجمهور انت كمحمد لوحدك؟ لوحدي وانا صغير، كنت وانا عندي 6 7 سنين بعزف، بس اول مره اغني. اول مره تغني وبعد يعني اول مره غني كان عندي حفله في اسكندريه، كانت في شهر 7 في سنه 2006. كانت حفله في تقريبا نادي، بس كانت عايز اقول لك زحمه جدا، وانا كان حصل لي مشكله كده قبليها، قبل ما ينزل الالبوم بتاعي اتضربت 3 4 اغاني كده على النت. المشكله دي انت اللي انت فاهمها طبعا. فلقيت الناس كلها حافظه الاغاني والناس كلها مبسوطه، فيعني عايز اقول لك خدت ثقه جامده جدا من الحفله دي. وكمان كانت مش اول مره، لان انا كنت بظهر كتير قوي مع ماما، فكنت واخد ثقه كبيره جدا. فالموضوع ما كانش صعب بالنسبه لي. بس تالي جوه واما بتبقوا كلكم مع بعض مشجعين بعض، غير لما تبقى هو الروح، بس الروح اللي بحبها. بس انا لوحدي ببقى يعني ليا شكل معين، حتى على الستيج بعزف على الكمانجا وبغني حاجات لوحدي وبعمل حاجات على الكمانجا. حاجه من الحاجات دي هنا؟ والله طبعا ان شاء الله هيحصل يعني. طبعا قاعدين بقى مع بعض في القصر الصبح يعني. طيب تعال نشوف مع بعض، بما ان دي كانت اول مره انت تقابل جمهورك لوحدك، تعال قابلهم دلوقتي في القصر وشوف الجمهور في القصر ممكن يكون بيقول لك ايه. مش تحب تسمع كده؟ طبعا. شوف كده مع امير القصر الليله، فنان الشاب المصري الجميل محمد نور. هاي، ازيك يا محمد؟ انا بحب الستايل بتاع اغانيك جدا، وكنت عايزه اسالك سؤال، انت ناوي ترجع وما تاني ولا لا؟ هو بس كنا عايزين نسال الفنان محمد نور ايه وجه الاختلاف ما بينه وما بين احمد فهمي، فهل في مشكله؟ محمد نور انت نجم جميل جدا وكلنا بنحبك، انا عندي ليك سؤال صغير، نجوميتك بدات لما كنت مع واما ولا بعد ما فصلت عنهم؟ ليه ما كملتش في النجوميه، او ليه ما وقفتش جنب في النجوميه مع تامر حسني، محمد حماقي والجيل ده؟ وليه خدت تراك معين لوحدك؟ اول حاجه عايز اقول محمد نور صوته حلو وشكله حلو برده، وانا متهيالي هو عنده يعني موهبه التمثيل، ممكن يطلعها في السينما زي صاحبه احمد فهمي، ممكن يبقى فيه حاجه احلى اكتر يعني من الغنى. طبعا الاسئله حلوه جدا، بس مش عارف اجاوب على ايه، انا مش فاكر. نبدا انا فكر. بس انا اول حاجه عايز اقول ان شاء الله باذن الله يعني انا ما انفصلتش عن واما. السؤال ده هيفضل تجاوب عليه 10 سنين. هو مش هو بس ايه، زي ما انت عارفه البوي باند ليهم اغاني معينه لازم يغنوها، وطريقه كلام معينه لازم تتكتب لـ4، فانا كنت حاسس ان انا عندي شكل تاني عايز اقدمه، طبعا بما اني درست مزيكا كتير جدا، فكنت حابب ان انا اقدم شكل تاني مختلف شويه عنهم. مش بسبب ان في مشكله حصلت او كده. ده سؤال فاكره. ايه تاني؟ طيب قبل ما نروح السؤال التاني عايز اسالك هنا سؤالين، لو رجعتوا غنيتوا تاني واما مع بعض، هتغني بقى انت اغانيك واما تغنيها، واغاني احمد فهمي واما تغنيها، ولا هتغني اغاني، هتغنوا اغاني واما؟ اغاني اغاني واما بس، مش هتغنوا اغاني بعض، لان يبقى كل واحد ليه الشكل بتاعه والكاركتر بتاعه والجمهور اللي هو بيحبه يعني، عشان فاهم كل واحد يقدر يعمل حاجه لوحده يعني. طيب ناخد السؤال الاخير، البنات دايما بيقولوا لك بما انك بتغني وشكلك حلو، يعني السؤال ده عاده ممكن ناخده للبنات، شكلها بيساعدها، لكن كمان حتى لما بيكون يعني صوت حلو وشكله لطيف وكده بيقدر ان هو يساعدك يعني ان انت توصل اكتر للناس. بص عايز اقول لك على موضوع التمثيل ده، الناس كتير جدا سالتني عليه، عايز اقول لك انا من بعد البومي الاولاني ما نزل اتعرض عليا حاجات كتيره جدا. وكان في افلام يعني عايز اقول لك ان انا خلاص داخل وقبليها باسبوعين يعني اعتذر او اقول انا عندي حاجه، لان انا ما كنتش عايز امثل، انا كان لو كنت عايز امثل وخلاص كان زماني عملت 5 أو 6 افلام. بس انا حابب ان انا يعني زي ما انا عملت البوم ناجح وعملت البوم يعني تاني برده كان ناجح، نفسي اعمل فيلم يبقى حلو وانا اكون مقتنع بيه. طالما انا ما كنتش مقتنع يعني انا شايف ان تريث شويه، انا شايف ان الادوار كلها كانت حلوه بس ما تليقش معايا او انا ما اقدرش اعملها. فانا لازم اكون طالما انا يعني لازم انا اقتنع عشان اقدر اقنع الناس. فانا في فيلم اوريدي انا شغال عليه دلوقتي، هو انا اللي بكتبه يعني. عايز اقول لك كل الحاجات حلوه جدا بس ما تنفعليش، فانا في فيلم انا بكتبه. ايه اللي انت شايف ان هو ينفع لك يا محمد؟
عايز حاجه تبقى قريبه من شخصيتي شويه، لان انا يعني ما اقدرش اطلع اقول يا جماعه انا بمثل جامد. زي ايه يعني؟ حاجه يعني واحد شاب مثلا عنده اصحابه، عنده المواقف بتاعته اللي بتحصل له، مثلا يعني حياته اليوميه بتحصل فيها الحاجات البسيطه دي، اللي انا ما اقدرش مثلا اعمل دور ان انا واحد ضابط او واحد محامي او بكتشف جريمه قتل، انا مش هعرف اعمل كده لان انا ما درستش كده. انا عايز اقول لك ان انا بقالي مثلا سنه. عايز تطلع مثلا ممكن مطرب، ميوزيشن، حاجه تبقى قريبه ليا وتقدر تفيدني واقدر اعملها، لان انا مش ممثل. انا لو انا هحاول امثل وعلى قد ما بقدر بتمرن، يعني عايز اقول لك ان انا بقالي سنه بتمرن وباخد دروس عشان يعني اطلع بالشكل اللي انا عايزه. تاخد دروس استوديو الممثل يعني وكده؟ بحاول اتمرن وبشوف حاجات بعملها وبتمرن مع عمرو الدرديري، فيعني يعني بعمل حاجات عشان عايز اما الناس تشوفني في الشارع زي الالبوم. بجد انا بتبسط جدا لما بشوف الناس والاسر، بجد انت بتعمل حاجه محترمه وكل الفيديو كليبات بتاعتك كويسه، ولما كنت بتغني معاهم كنت يعني شكلكم محترم وبتعملوا حاجه، فانا بجد حاجه زي دي بتبسطني قوي. احسن ما انا اعمل اي فيلم واطلع مش كويس. طب ليه يعني؟ انا مش عايزه. بتتفرج على تجارب الفنانين المطربين المختلفه، في ناس نجحت وقدرت توصل للناس، وفي ناس تجاربها يعني لطيفة لكن ما عملتش علامة، يعني بتتفرج على ده بيقلقك؟ انا باخد يعني عايز اقول لك باخد بالي قوي من الحاجات دي وعلى قد ما بقدر بتريس، واديني والله شغال في الفيلم اهو ان شاء الله باذن الله نعمل حاجة كويسة وتعجب الناس يا رب ان شاء الله. طب ما تيجي نفاجئ الناس دلوقتي بحاجة كده يعني عندنا حاجة متوقعينها منك. انا عايز اقول ان في حاجة كويسة قوي يعني عندي في البومي، عندي اغنية اسمها مالك يا ترى، دي لحني وكلمات الممثل احمد السقا وتوزيع محمد علام. فدي كانت حاجه جديده قوي ان اول مره احمد السقا يكتب كلمات، يعني احمد السقا الفنان، احمد السقا الممثل. فعايز اقول لك ان انا وهو اصحاب جدا، يعني دي ملكات جديده عند احمد. انا عايز اقول لك انا وهو اصحاب جدا، ومره كنا قاعدين في قعده كده فيقول لي انا كاتب كلام كده، طب اسمعه وسمعه لي، عجبني جدا، خدته ولحنته وعملناه في الاغنيه ان شاء الله هتنزل قريب. فبجد اغنيه حلوه قوي وانا مبسوط ان انا عملت حاجه معاه. ما يمكن الفيلم الجاي يبقى مع احمد السقا برضه يا رب ان شاء الله. عايز اقول لك ان انا طبعا بجد من الممثلين انا بجد بحترمهم وبجد انا مصدقه قوي، وطبعا عايز ابارك له على الفيلم الجديد وان شاء الله باذن الله كده كلنا بنبارك له التقدم يا رب. طب هتغني الاغنيه؟ ممكن نغني حلوه. مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة، مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة، مش ايدك في السلام ولا صوتك في الكلام ولا شوقك للقاء ولا احساس الغرام. مالك يا ترى ومالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة، مالك يا ترى فيكي حاجة متغيرة. كده يعني حتة بس منها ايه عشان ما نحرقهاش، تنزل بقى تبقى كده ايه في الشغل. Oh,